لابد أن يتخلل العملية التعليمية شيء من النشاط، شيء من الترفيه، لتتغير هذه الأجواء على طلابنا. لذلك قامت مدرسة السراج المنير التعليمية نشاطا ترفيهيا، رحلة ترفيهية هادفة لطلابها وطالباتها، علهم يعني أن تخفف هذه الرحلة عنهم ضغوط الدراسة وتغير عليهم الجو الذي يعني سبب عليهم في الأيام الأخيرة، وإن شاء الله تعالى استعدادا بإذن الله تعالى لرفع الهمة في شهر رمضان المبارك. على هاي الرحلة بنتنشط وبننبسط عشان نرجع ندرس بجد واجتهاد ان شاء الله، ونجهز امورنا، نجهز برنامجنا حتى نكون من الاوائل. ما هيك؟ هيك النية، هيك النية، ما هيك؟ يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. مدرسة السراج المنير التعليمية هي مؤسسة تعليمية تربوية تعنى بالتربية والتعليم على الطرائق الحديثة. تحوي وتستقبل هذه المدرسة جميع الطلاب وجميع مختلف أعمارهم، من ابتداء من الروضة في مستوياتها والحلقة الأولى والحلقة الثانية الابتدائي وكذلك الإعدادي وأيضا الثانوي، تأهيل البكالوريا والبكالوريا. ومما يميز هذه المدرسة كادرها الخريجين المميزين، وكذلك انفصال تام بدوام الذكور عن الإناث أيضا، ومتابعتها بالتعليم والتربية وإنشاء المجموعات والمتابعة مع الأهل والتقييمات المتتالية الدائمة. هدفنا في هذه المدرسة إنشاء جيل يحمل في همه رسالة العلم والتعليم على خطى النبي صلى الله عليه وسلم بمعايير تربوية صحيحة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويعيننا وأن يجعل أبناءنا الطلبة من المميزين الخلوقين من أكابر الناس في العلم والعمل. الرحلة كانت كتير كتير حلوة، لعبنا فيها كانت كتير رائعة، كتير حلوة كتير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا فرح عمر الوكاع من مدرسة السراج المنير الصف الثامن. اليوم مدرسة السراج المنير أخذتنا إلى رحلة ترفيهية على الجبل من أجل أن نرفه إلى نفسنا ونستعد إلى الامتحان بجد ونشاط. شكرا إدارة المدرسة على الرحلة. رحنا على الرحلة، أكلنا وقطفنا ورد ولعبنا وركضنا وأكلنا جاتا وأكلنا بسكوت. شكرا على الرحلة أستاذ. عجبتك كتير؟ إيه. كانت كتير حلوة؟ إيه. شو عجبك بالرحلة؟ لأن عزبنا أكلات وأكلنا وقطفنا ورد وركضنا. إن شاء الله انبسطتوا فيها؟ إيه. شكراً أساتذتنا على الرحلة الترفيهية، لأننا إن شاء الله بعد هاي الرحلة منروح على امتحانات ونجهز حالنا. رحنا على الرحلة وجابونا كاتو. احنا على الرحلة طفنا ورد وأكلنا كنا جاتو بوشار بسكوت بسطو كتير؟ ايه. الحمد لله.